يشرفنا الآن من لندن سعادة عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطاني. مرحبا بك سيد الكريم. أستاذ عمر، في لقائنا السابق تحدثنا عن عقاب الناخب البريطاني لحزب المحافظين وليس لريشي سوناك. الآن أحب أن أتحدث معك عما ينتظره الناخب البريطاني من حزب العمال يا أستاذ عمر. وينتظر الناخب البريطاني بما أدنى شك أن حزب العمال في حكومة جديدة سيهتم بمصالح الشعب البريطاني أكثر من مصالح الشخصية التي نراها الآن بالفضائح التي نالت من حزب المحافظين وحكومة المحافظين في الوقت الأخير. الفترة التي حكم فيها ريشي سوناك بالذات عانى الشعب البريطاني من التضخم، عانى رغم ان يعني المؤشرات تدل على هبوط معدلات التضخم، ولكن ما زالت الاسعار مرتفعه بنسبه كبيره جدا لو قارناها على سبيل المثال بخمس سنوات ماضيه. كذلك ازمه الاسكان التي يعاني منها الشعب البريطاني وخاصه الطلاب والشباب، الازمه الصحيه التي تتفاقم يوما بيوم. هذه كلها سوف يقوم حزب الحكومة العمال القادمة إن شاء الله بحل هذه المشاكل أو العمل على تقليص تأثيرها المباشر على، لأن ريشي سوناك في زيارته للمصنع تلك التي تحدثت أنا عنها توا ألمح إلى أنه لا توجد خطط واضحة لدى العمال، وطالب من الناخب البريطاني أن يدقق في هذه الخطب قبل أن يسارع بانتخاب العماليين. يعني دي هي تكتيك انتخابي او تكتيك الحملة الانتخابية الذي يقوم بها المحافظين، هي عملية تخويف الناخب البريطاني من مشروع العمال الذي طبعا دعني اقول لك وهذا ليس سر، ليس هناك ادنى شك مين اللي هيكسب الانتخابات. حتى يعني من كلام السيد سوناك يدل على أنه ما يتمناه الآن سيد سوناك أن يكون هو يشكل المعارضة وليس حزب ريفورم اللي هو رئيسه دخل في الانتخابات مؤخرا وأثر تأثير مباشر على شعبية حزب المحافظين، مما جعل عديد من القيادات الكبيرة في حزب المحافظين الآن تعترف أن حزب المحافظين من الممكن أن يعني ينال هزيمة لم تحدث في تاريخ السياسة البريطانية إطلاقا أو حتى السياسة الأوروبية. أن حزب حاكم يعني يخرج من الحكم بسقوطه في انتخابات بسقوط مروع. الاحتمالات المتوقعة الآن أن حزب المحافظين سوف يكون حجمه لا يزيد عن 120 نائب من 650 على ما أعتقد، مش متأكد من الرقم. من سوء حظ ريشي سوناك أن يكون عراب هذه الفضيحة الانتخابية. والله يا أستاذ عمر، يعني أنا لا أتعاطف معه ليس في الأيديولوجية ولكن أتعاطف معه إنسانيا. نعم. لا، من الناحية الأيديولوجية يعني هذا الرجل رجل لا يحس بالشارع البريطاني. هذا الرجل يعتبر بليونير، دخله هو وزوجته يعني لا يحلم به الشعب. في مقابلة تلفزيونية حديثة مع ريشي سوناك سأله المذيع يعني ايه الحاجات اللي انت اتحرمت منها وانت طفل؟ ما قدرش، لم يتذكر شيء، لم يستطيع ان يقول شيء غير انهم ولا حتى لبن العصفور يا استاذ عمر؟ ولا حتى لبن العصفور ولا المعلقه الزاف قوم يا حبيبي. يعني لا يحسون برجل الشارع، لا يحس، لا عندهم، ما عندهمش الممارسه في 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 او الاحساس بما يدور في الدوائر، في بيوت الناخب البريطاني. المعاناة التي يعاني منها ليس من المعقول دولة كبريطانيا تعتبر من الدول السبعة العظمى في العالم
ويعني مدرسيها وممرضيها بيروحوا بنك الطعام. هذا ليس مقبول باي معيار. صحيح. النهارده في 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 بريطانيا النهارده لا يقل عن 450 الف طفل يعانون من الفقر. نعم. تحت يعيشون تحت الفقر، مستوى الفقر في بريطانيا. هذا لم يسمع به قبل من قبل. يعني صحيح. الشعب البريطاني الان يرى حزب المحافظين ما هو الا حزب يبحث عن او يخدم طبقه ضئيله جدا ويمثل طبقه اهتمامات طبقه ضئيله جدا من الشعب البريطاني. أستاذ عمر، نسعد كثيرا بتشريفك لنا. سعادة عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطاني، شكرا جزيلا لك.